كما تفضل السيد مدير التربية. مواعيد التميز بالتألق. رئيس أحمد إيرت عند برود سيد الوالي قدموا إلى المنصة لأن الرسام دبوشة قدروا بلال. اغتنم الفرصة السيد والي الولاية من أجل تكريم عائلة الشيخ البشير الإبراهيمي بهذه المناسبة احتفاء بذكرى يوم العلم. قمنا بتكريم مختلف المؤسسات التربوية وكذلك التلاميذ المتفوقين في مختلف المناسبات والمنافسات الفكرية التي كانت مبرمجة خلال السنة الدراسية كاملة. مهما بحثت في قاموس العربي فلن أجد الكلمات التي أوجهها لكل من دعمني وشكرني وشجعني وأفاض كأس الثقة بي وإيماني والإيمان بقدراتي خاصة في مادة الرياضيات. يأتي هذا التكريم لرفيق دربه الشيخ محمد البشير الإبراهيمي، وهو من هو في علمه وفي جهاده ودعوته وما قدمه للجزائر وللإسلام والمسلمين والعربية والعروبة. فهذا التكريم أعتقد أن فيه من الوفاء ما فيه، ويدل دلالة صريحة على أن الجزائريين أهل وفاء لعلمائهم.